السلام عليكم يا باشمهندسين، وكل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم عارفين، الأسبوع اللي فات احنا كنا غطينا الـ course overview، وعرفنا احنا هنغطي ايه في الجزء بتاع الجيومتريك ديزاين، وكنا بدأنا في الجزء بتاع الفاكتورز اللي بتأثر على تصميم الطرق والفانكشنال كلاسيفيكيشن للطرق. انا بس في الجزء ده من التسجيل هراجع معاكم سريعا اللي احنا اخدناه الاسبوع اللي فات باكزامبلز علشان نقدر نبتدي في الجزء المحاضرة التانية. احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان في هدفين رئيسيين لأي طريق، two functions للهايواي، اما mobility يا اما accessibility. موبيليتي ان انا الهدف بتاعي ان انا اوصل للمكان اللي انا عايزه اروحه بسرعه، واكسسبيليتي ان انا اقدر اعمل اكسس للمكان ده، يعني اقدر اركن واقف وانزل واوصل للمكان ده. وقلنا كمان ان على حسب التصنيف الوظيفي هعرف ايه العوامل المختلفه اللي انا هصمم عليها الطريق، او الفاكتورز المختلفه فور ذا هاي واي ديزاين، يعني على اساسها هحدد مثلا السرعه التصميميه للطريق الديزاين سبيد، لان طبعا كل ما الطريق مكان الموبيليتي بتاعته ازيد معناها ان انا عايزه الهدف بتاعي من الطريق ده هو ان هو يوصل بسرعه، وبالتالي الموبيليتي هيبقى عالي فالديزاين سبيد هيبقى عالي. وكل ما قللنا من درجه الطريق الموبيليتي هتقل والفانكشن بتاعه الاكسسبيليتي هتزيد، فالديزاين سبيد المفروض ان هو يقل. طبعا كل ما الـ degree of mobility ما بتزيد كل ما السرعة التصميمية هتبقى أزيد، وبالتالي ما ينفعش إن احنا نقف على جنب الطريق، مش هيبقى فيه باركينج، كل التقاطعات هتبقى تقاطعات حرة علشان العربيات ما توقفش على إشارات، لأن هي متصممة أصلا إن السرعة التصميمية تبقى عالية فوق 100 كيلو في الساعة مثلا. لكن كل ما يبقى فيه نسبة accessibility أزيد زي عند الأرتيريالز مثلا أو الطرق الشريانية، هتلاقي إن السرعة التصميمية أقل، غالبا مش هيبقى فيه عربيات راكنة على جنب الطريق، الإشارات ممكن تبقى إشارات سطحية أو تقاطعات، قصدي تقاطعات سطحية، والكنترول عليها إشارات. الطرق الشريانية ممكن يبقى فيها two levels، ممكن يبقى فيه major arterial و minor arterial. الكولكتورز اللي هي درجة أقل من الموبيليتي ودرجة أعلى من الأكسسبيليتي، والهدف منها إن هي تجمع الطرق المحلية أو الطرق اللوكل وتوصلها للطرق الأعلى اللي هي الأرتيريالز، وبالتالي التقاطعات كلها غالبا تقاطعات سطحية، الكنترول عليها ممكن تكون كنترول بإشارة أو كنترول بساين، أو غالبا هي مش هتبقى نو كنترول طالما طرق كولكتورز. الطرق اللوكل اللي هو الطريق اللي بيبقى عليه ركن على الجنبين، اللي هو قصاد بيتك، اللي بتركن عندها عربيتك توصل لباب بيتك على طول، دي طرق بتبقى سرعتها قليلة جدا، ومش عايزين نشجع ان سرعتها تبقى عالية، وبالتالي عرض الحارات بتبقى ضيقة، عدد الحارات قليلة، الكنترول على التقاطعات غالبا بتبقى نو كنترول، يعني مفيش إشارة ومفيش ساينز، ممكن يبقى في ستوب ساين مثلا لو في خطورة في السايد ديستنس مثلا. تمام، السلايدز اللي جاية دهيت هي عبارة عن أمثلة لكل تصنيف وظيفي. فاحنا هنا عندنا صور، في صورة من جوه مصر وصورة من دولة أخرى للوكال رود. واحنا شايفين في اللوكال رود الطريق ضيق، في عربيات راكنة على الجنبين، في الطريق اللي فوق ده غالبا هيستوعب اتجاه واحد بس، الطريق اللي تحت هو هيستوعب اتجاهين، هتلاقي البيوت على جنب الطريق مباشرة، وبالتالي العربيات هتركن ويدخلوا على باب البيت على طول. نفس القصة في الصورة اللي تحت، التقاطعات كلها على اللوكال رودز هتبقى تقاطعات سطحية طبعا، ويا إما نو كنترول يا إما ستوب أور ييلد كنترول. الليفل اللي أعلى اللي هو الأعلى منه اللي هو الكولكتر ستريتس، احنا قلنا ان ممكن يبقى كولكتر رودز ممكن تبقى ميجر كولكترز او ماينر كولكترز،
الكولكتور رودز الطرق أوسع شوية، عدد الحارات في الاتجاه ممكن تبقى أزيد. الهدف من الكولكتور رودز إن هو يجمع اللوكال رودز ويقودها للطرق الأرتيريال. التقاطعات على الكولكتور رودز ممكن تبقى كنترولد بإشارة أو كنترولد بساينز. أحجام الحركة اللي عليها أزيد من اللوكال رودز. دي أمثلة من الأرتيريال رودز داخل مصر وخارج مصر. زي ما احنا شايفين عدد الحارات أزيد، العربيات ممكن تبقى راكنة على الجنبين زي اللي في الصورة دهيت، أو ممكن ما تبقاش ركنة زي اللي في الصورة دي. في بيوت على جنب الطريق، ولكن الطريق ده الساعة بتاعته عالية. الطريق اللي على اليمين مفيش accessibility على البيوت خالص، وبالتالي لو احنا بنصنف الطريق ده من ناحية هو major ولا minor، ممكن نقول ان الصورة اللي على اليمين ده major arterial، والصورة اللي على الشمال ده هي minor arterial. طبعا ده بيعتمد برضو على أحجام الحركة، وبيعتمد برضو على درجة الكنترول على التقاطعات. والأرتيريالز لما تكون ميجر أرتيريال، في احتمال إن هو لما يتقاطع مع الفريويز إن يبقى بيتقاطع عن طريق انترتشينج، تقاطع حر. ده مثال لطريق فريوي داخل المدينة، فاسمه أربن إكسبرس واي. اكسبرس واي ده طريقة تانية نوصف بيها الفريويز جوه المدينة. طبعا السرعة للطريق ده سرعة عالية، سرعات اكتر من 80، وبالتالي التقاطعات كلها تبقى تقاطعات حرة زي ما احنا شايفين هنا. ده تقاطع حر، كل الحركات اليمين او الشمال هتبقى من خلال رامس ومش من خلال اشارة سطحية. عدد الحارات عدد كبير، والعدد وسرعة العربيات طبعا عالية. وده مثال لطرق فريويز خارج المدينة أو رورال فريويز. طبعا السرعات عالية جدا، أكتر من 80 كيلو في الساعة، أحجام الحركة عالية جدا، وأي تقاطعات بتبقى تقاطعات حرة. احنا هنا شايفين جزء من شبكة داخل المدينة، شبكة طرق داخل المدينة، وازاي الشبكة ده هي بتتقسم أو بتتفرع. ففي هنا عشان ده داخل المدينة، فاحنا عندنا طرق شريانية رئيسية اللي هي الارتيريال نتورك، بيتفرع منها طرق كولكتورز اللي هي الطرق التجميعية، وبعدين بيتفرع منها طرق محلية أو اللوكال رودز. فهتلاقي إن الكولكتور سيستم عامل شبكة مربوط ببعضه، بينقل اللوكال رودز إلى الارتيريال رودز، وبعدين طبعا بعد كده الارتيريال رودز في آخر الشبكة ممكن تنتقل إلى طرق أخرى. طيب فالسلايد اللي فاتت احنا صنفنا الطرق ودرسنا الخصائص المختلفة لكل تصنيف. دلوقتي لما نيجي نخش في الكود عشان مثلا عايزين نحدد السرعة التصميمية، او احنا حددنا السرعة التصميمية وعايزين نحدد الالمنتس المختلفة، فبندي للكلاسيفيكيشن بتاعنا او تصنيف الطريق بتاعنا بعض، بنختصر التصنيف. يعني مش كل مرة هقول ان انا عندي مثلا urban freeway divided بسرعة تصميمية كذا، لا، بيبقى فيه تصنيف. التصنيف ده بيبقى على حسب اولا اللوكيشن، هل هو urban ولا rural، على حسب classification هل هو local ولا collector ولا arterial ولا expressway ولا freeway. اللين ده بيبقى بس في الطرق الاربن اللي هي عاملة زي الحارة، الحارات الصغيرة. وبعدين due to type، هل الطريق ده فيه جزيرة في النص بتفصل ما بين الاتجاهين ولا مفيش فاصل ما بين الاتجاهين، ف divided ولا undivided. وبعدين نتيجة الـ design speed. تعالوا نشوف مثال للتصنيف. لو أنا مثلا في الامتحان بقول اذكر لي التصنيف ده معناه ايه، لان ده اللي بنخش فيه في الجداول بعد كده، في جداول طرق الكود المصري او الكود الامريكي، فلازم نعرف الاختصار ده معناه ايه. فاليو الاولانية ده اختصار، هل الطريق ده في منطقة اربن ولا منطقة رورال. وبعدين فيو معناها اربن، لو ار هيبقى رورال. وبعدين بعد كده الاي اللي هو التصنيف الوظيفي functional classification، فA معناها ان هو arterial. بعدين اليو التانية ده هي التصنيف، هل الطريق ده divided ولا undivided، فيو معناها undivided. وبعدين اخر حاجة السرعة 70 كيلو في الساعة.
طبعا احنا units بتاعتنا متريك. المثال اللي بعد كده RFD110. R ده معناه ان احنا في منطقة rural، F معناه ان انا بتكلم على طريق freeway، D معناه ان الطريق divided، 110 يبقى سرعة التسليم 110.